السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة أحلى فراخ مشوية بتتبيلة سهلة ومميزة وبدون فرن وطعم زي المحلات بالظبط. إن شاء الله تجربوها وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنجيب معانا معلقة كبيرة قرفة ومعلقة كبيرة بابريكا ومعلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقتين كبار خل ومعلقتين كبار صلصة ومعلقة صغيرة حبهان ناعم ومعلقة صغيرة كبابة صيني ناعمة ومعلقة توم بودر صغيرة ومعلقة بصل بودر صغيرة ومعلقة كبيرة بهارات الفراخ وبشرة جوز الطيب ومعلقتين كبار زيت نباتي كده. التتبيلة بقت جاهزة معانا، هنقلبها. هيكون معانا الفرخة متقطعة ومغسولة وناشفة عشان متصفية كويس عشان تشرب التوابل ما نكونش فيها مية. هنجيب الفراخ معانا، هتكون هنفتحها كده الورك فتحتين، ممكن الصدر كمان نعمله فتحتين كده عشان التتبيلة تبقى من جوه ومن بره والفرخة كلها تاخد طعم واحد. هنتبلها على الأقل ساعتين او ممكن نحطها ليلة كاملة في التلاجة من قبلها بيوم. دي انا كنت متبلاها وسبتها من السحور كده في التلاجة لحد الساعة 4 كده قبل الفطار، يعني خدت وقت حلو قوي في التتبيلة، بتبقى مستوية حلو وطعم التتبيلة حلو فيها. هنسويها على الجريل، هنحط فيه معلقتين زيت وعلى نار عالية هننزل بيها عشان تاخد الصدمة. لو حابين ندخلها الفرن على نار عالية لمدة 10 دقايق وبعدين هنوطي عليها ونغطيها تستوي على نار هادية، لكن احنا النهاردة هنسويها كلها على الجريل، مش هتخش الفرن خالص وهتبقى شكلها زي الفراخ المشوية اللي بنجيبها جاهزة وطعمها في منتهى الجمال. اول ما نلاقيها خدت لون هنقلبها الناحية التانية وبعدين هنغطيها بصينية او بفويل ونوطي عليها عشان تستوي. بعد شوية كده لما نلاقيها نشفت خالص نزود لها نص كوباية مية او ربع كوباية مية عشان تكمل سوا بالشكل ده، وبعدين تطلع معانا احلى فراخ مشوية بطريقة سهلة وسريعة وطعم في منتهى